امبارح واول وتدريبات مهمه جدا في اطار فتره غايه في الاهميه وفتره اعداد جديده في الحقيقه، لان انت عندك توقف ما فيش اي مباريات لغايه يوم 25 من الشهر القادم شهر نوفمبر، يعني اقل من 30 يوم وتلعب اول مباراه ليك، فبالتالي دي تعتبر فتره اعداد جديده مستر فايلر هيركز فيها في العديد والعديد من الجوانب سواء الفنيه او البدنيه، وكلها امور في الحقيقه غايه في الاهميه. النهارده الفريق استأنف تدريباته بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا، عايزين نطمن على اخبار الفريق، علشان كده نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا. طمنا يا كريم، اخبار الفريق النهارده والتدريبات عقب استئنافها. الحقيقه يمكن النهارده في البدايه مجرد يعني وجودنا داخل النادي الاهلي ومجرد نزول اللعيبه العدد كان قليل جدا، بعض الناس تساءلت، يمكن شفنا في ملعب امير 12 لاعب فقط لا غير في تدريب النادي الاهلي، بعض الناس كانت شاكه ان يكون في عدد من اللعيبه في الجيم كالعاده من كون التدريبات الفنيه من مستر ريني فالر بيكون عامل بعض البرامج، لكن اتضح النهارده ان في عدد كبير من اللاعبين حاصل على اجازه لمده يومين تنسيقا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا كمان مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والكابتن حسام البدري. عدد كبير من اللعيبه النهارده بجانب اللعيبه المثير للمنتخب الاولمبي النهارده، يمكن اقدر اقول لك الغيابات السليه الشناوي، حمدي فتحي، احمد فتحي، ايمن اشرف، حسين الشحات، رمضان صبحي، عمار حمدي، مصطفى شوبير، صلاح محسن، بجانب ظهروا اجيو علي مع النهارده عدد كبير جدا يا امير كان غائب عن تدريبات اليوم. جرعه التدريبيه النهارده ما كانتش كامله بشكل كبير كالعاده، المستر ريني فالر بيكون في اكثر من ساعه ونص ليه للتدريبات فيها فقرات كثيره، لكن النهارده مع القرار اللي اتخذ لان انت عارف في ترتيبات وتحضيرات كثيره جدا للمعسكر الخاص بفريق النادي الاهلي، لعيبه الدوليين هتكون متواجده معانا في المعسكر ويكون رجوعها مع يوم 5، ده التنسيق المبدئي للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. فالنهارده يمكن اكيد قرار ان هو يكونوا مريحين 48 ساعه ده قرار مميز، لكن بعد 48 ساعه هينضموا الى تدريبات النادي الاهلي العدد اللي احنا اتكلمنا عليه امير، ومنها ان شاء الله للمعسكر المغلق اللي لسه بيتم ترتيبه وتحديده، بيحاول النادي الاهلي ومجلس الاداره والقائمين على قطاع كرة القدم ان يكون معسكر مميز، مكانه يكون مميز طبعا الاقرب زي ما بيقول الامارات، لكن حتى هذه اللحظة في ترتيبات وفي الشغل في كل اتجاه، لان المعسكر ان شاء الله بنتمنى يكون جيد، المعسكر يكون ناجح، فترتيبات مهمة جدا جدا للجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ بالتحضير للاستفادة الفنية بشكل كبير من المعسكر. لو بكلمك على التدريب النهاردة كالعادة يعني كان في جزء بدني بسيط جدا لمدة 10 دقائق ومنها مباشرة تقسيمة مصغرة جدا، يعني زي ما بنقول في كل مرة 4 ضد 4 و5 ضد 5 في ملعب مصغر باثنين حراس مرمى، اللعيبه يمكن كالعاده الحاله المعنويه مرتفعه جدا، حاله التركيز مرتفعه جدا، الكل عنده طموح وامل ان شاء الله ان معسكر النادي الاهلي يكون ناجح والعوده من جديد لمباراه الدوري العام والبطوله الافريقيه ان شاء الله امير، يعني زي ما بناكد وبنقول يعني ربنا يبعد عنا الاصابات ويبعد عن اللعيبه الاصابات، محمود متولي وكريم نتبت بيوصلوا للتاهيل ان شاء الله باذن الله يكونوا اخر اثنين مع محمد محمود طبعا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات تزيد عن كده، لكن بجانب كل هذه الامور جرعه تدريبيه قويه بيستفيد منها النادي الاهلي، وغدا كالعاده هيكون التدريب في الميعاد في الساعه 4 عصرا استكمالا للتدريبات الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى المعسكر المغلق ان شاء الله. تم تحديد برنامج التدريبات يا كريم بشكل نهائي تحسبا لعدم السفر، ولا خلاص في استقرار نهائي بالسفر في انتظار العرض الانسب او المكان الانسب ليستضيف معسكر الاهلي؟ من خلال معلوماتنا وكواليسنا في استقرار على إقامة المعسكر والسفر يوم الخميس يوم 31، لكن حتى هذه اللحظة طبعا يمكن في تكتم شوية على هذا الأمر، لأن زي ما بقول لك أمير بيحاول النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني بالكامل يكون في نجاح للمعسكر، يكون في تكتم بشكل عام، يعني بعض الناس قالت إن هنواجه بني ياسر الإماراتي في أمور كثيرة جدا مش حابين نتكلم فيها، بنتركها فقط للجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ كمسؤول عن التصريحات، لكن زي ما بأكد لك التدريبات مستمرة، غدا الساعة 4 عصرا هيكون تدريب وبعد غد هيكون تدريب، مرورا ان شاء الله حتى يوم 31، لسه ما تحددش هل يوم 31 و30 هيكون في سفر او راحه، لسه ما تحددش الامر ده، لكن من المؤكد غدا هيكون في تحديد للبرنامج بالكامل، تحضيرات مستمره وان شاء الله زي ما بنقول يعني احنا يهمنا كل امير ان شاء الله ان نكون الاستفاده مهمه جدا للاعبين ولاعبتنا ان شاء الله تكون في الميعاد في قمه التركيز وان شاء الله كله فايده باذن الله للجهاز الفني والنادي الاهلي. معايا اكتر من خبر النهارده بيتكلم على مستر فايلر واحتماليه سفره لبلاده في زياره لاسرته وبعد كده يرجع على معسكر النادي الاهلي، وبعض الاخبار بتقول ان هو مش هيسافر، عايزين ناخد الاكيد يا كريم بخصوص هذا الشان يعني. مستر ريني فايلر متواجد في القاهره ومنها الى المعسكر المغلق، وعن بعد ما انتهى المعسكر المغلق ممكن
يكون في 48 ساعه، او الراجل ما هو يفكر في العوده الى بلده، الراجل من ساعه ما تواجد في القاهره ما سافرش خالص الى سويسرا. لكن تاكيدا الخبر انت بتقول امير، يعني من معلوماتنا اللي بناكد عليها داخل النادي الاهلي، الراجل متواجد لن يسافر الى سويسرا. السفر ان شاء الله يكون عقب العوده من المعسكر اللي لسه ايضا كمان حتى هذه اللحظه في ترتيبات وتحضيرات كثيره جدا لهذا المعسكر. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز.